من بنزينة. انزل يا مسعود، البنزينة من وين تحت السيارة؟ ما لكم بنزينة ولا تقول عند الشيل يا شباب، دخلوا سياراتكم. دعاوي الناس ودعاوي عائلات الضحايا. والله ماني عارف نمشيله ولا خليه يموت. الكلب هو يستاهل الموت، لكن علشان شيء واحد ماني مخليه يموت. خليه يخرج، هذا ما فيه خير في هذا. سيبه وخليه يموت زي ما سيبنا عشان بنزينة. خليه الكلب تقتل البنزينة زي ما ماتوا صغارنا زمانة. نور يا بنيد، والله مفروض الدولة تعطيك سريليون. والله الكلب هذا مفروض يموت. حرام عليك يا بني. والله ما في الخير في بلادك. والله مفروض ما توري وجهك للناس بكل. كيف وليش؟ والله ماني مصدق اني حي. السيارة انقفلت علي ما بتفتح، وشفت الموت بعيون التنتين. انت كيف طاوعتك نفسك وساعدتني وانا مقصر في حقكم مسببكم أزمة؟ والله ما تستاهل الحياة. انت مجرم من مجارم التهريب وسببت أزمة لبلادك وناسها مقابل المادة. كيفك كيف الحكومات؟ شوف الناس اللي وراك لو تعرف ليش ما خليتك تنحرق وتموت. خيرهم الناس. والله مفروض يموت. خليني نقتله. حرام عليك يا بلعين. خليه يموت. 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 خلي